حياكم الله مشاهدي الكرام في أول ظهور لرئيس إيراني على شاشة قناة عراقية فضائية. يحل ضيفا استثنائيا اليوم في الحسم وعلى شاشة قناة الرشيد الرئيس الإيراني السابق الدكتور محمود أحمدي نجاد. مرحبا بكم سيادة الرئيس. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. حياكم الله سيادة الرئيس. بداية خليني أبدأ من الأشياء المتداولة داخل العراق، وأحب أخذ وجهة نظر حضرتك ورأيك بها. الحديث بدأ يتصاعد سنة بعد أخرى بقضية التدخل الإيراني بالعراق. هل هذه القضية منطقية أم هناك من حاول صناعة رأي عام بشأن هذا التدخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. بني السلام يا صميم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من القلب أبعثها للشعب العراقي وأقول لهم وأتمنى لهم الصحة والسلامة. هناك نقطتان طرحتموهما، أولا التدخل وأصل العداوة للمستكبرين للشعوب المنطقة. كنقطة أساس أقول لكم أن إيران لن تتدخل في شؤون الداخل للدول الأخرى ولم تساعد طواعية، فإن كل شعب ومستقل، وهو الشعب الذي يجب أن يقرر لنفسه ويقرر نفسه بنفسه بما فيه الشعب العراقي وحتى الشعوب الأخرى. وهناك أصل آخر، يعني أي شخص لا يمكن أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى، والتواصل بين الشعوب هو يعود إلى إرادة الشعوب. فأي شعب إذا ما أراد أن يكون نوع من التواصل فهذا يحدث، وإن لم يرد تلك العلاقة لا تحدث تلك العلاقة. لكن فيما يخص النقطة الثانية، بالتأكيد أن هناك أعداء لا يريدون لشعوب المنطقة أن تكون نوع من العلاقة الحميمة والصداقة والتعاون البناء فيما بينهم، فمصالحهم تتعارض مع ذلك، ومصالحهم تكمن في ظل بث الفرقة بين شعوب المنطقة. انظروا أن كل الاشتباكات الموجودة في المنطقة، من الذي انتفع منها؟ من الذي حصل على كل هذه المنافع؟ من الذي تسبب في هذه الخلافات؟ انظروا، هذا لا يعود إلا بالنفع على شعوب المنطقة. وأقول لكم خلاصة كلامي، لا أحد ولا أي بلد ولا أي شعب في كل أنحاء العالم لا يحق للتدخل في شعوب الدول الأخرى، حتى لو كانت نيته خيرة، وحتى بالنوايا الحسنة ستكون نتائجه غير حسنة. والخير يكون في وقت إذا ما أراد الشعب أن يكون بينهم التعاون. والثاني هو أن بالتأكيد أن هناك أعداء دوليين هم يعارضون عزة وشموخ شعوب المنطقة. بالتالي سوف أعود لقضيتين. هو نفي قطعي من أهم الأسماء التي مرت على رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن لا تدخل إيراني في العراق، هذه قضية مهمة. ومن هي الجهات التي حاولت أن تستفاد من مسألة الترويج للتغول والتدخل الإيراني الكبير في العراق؟ أنا قلت، أنا باعتباري قلت كنقطة أساسية ولا تتغير هذه النقطة، قلت لكم أن أي نوع من التدخل في أي نقطة من نقاط العالم تكون هذا غلط ولا يمكن أن يكون صحيحا. هذا هو رأيي الصائب والتالي. والنقطة الثانية هي أن شعوبنا لديها بعض الأعداء ولا يريدون أن تكون بين الشعوب نوع من الصداقة والتعاون، ولا يريدون التطور والتقدم والإعمار والازدهار لهذه الشعوب. طيب سيادة الرئيس، في فترة توليكم لرئاسة الجمهورية الإسلامية، كيف كان شكل تواصلكم مع الحكومة العراقية ونوعية التواصل؟ همشه دوستانه بود، برادرانه بود.
دائما كانت العلاقات أخوية وكانت الزيارات موجودة، وأنا قد أكون أول رئيس إيراني زار العراق، وأعلنت تضامني مع الشعب العراقي مع الحكومة العراقية، وأعلنت التعاون الشامل مع الحكومة والشعب العراقي. نحن لا نختلف فيما بيننا، نحن شعب واحد، فإذا الشعب العراقي تطور نحن نفرح، وإذا نحن تطورنا وتقدمنا الشعب العراقي يفرح. في أي تطور يكون للشعوب نحن نفرح لذلك ونسعد لذلك. خاصة إيران والعراق هما لديهم الكثير من العلاقات الوطيدة بين الشعبين، ودائما على مر التاريخ كان باعتبار المدى التاريخ، وإن كان نوع من الاشتباك فيما بينهما في فترة من الفترات، هذا بتحريض من الأعداء. والإيرانيون كانوا يسافرون للعراق ويتزاوجون مع العراقيين والعراقيون كذلك، ولم تكن لديهم أي مشكلة. ومنذ بدأ تدخل القوات العالمية والدولية وجدنا تلك الاختلافات انبثقت بين الشعب. طيب سيادة الرئيس، على ذكر زيارتك الأولى للعراق، أحد المرافقين لك روى لي حادثة أن الجنود الأمريكان المتواجدين على أبواب المنطقة الخضراء وأثناء دخولك لهذه المنطقة طلبوا التقاط صورة معك، تتذكر هذه الحادثة؟ نعم، أنا أي مكان في العالم أذهب يأتون ويلتقطون معي صور تذكارية. حتى عندما ذهبت إلى أمريكا حدث هذا الأمر أيضا، أنا لم أكن أعرفهم ولكن هم يأتون ويأخذون معي صورة. مرافق لك رفض أخذ الصور من قبل قوات جنود، هذا الشيء كان ليحرجك؟ كان سبب لك إحراج أن الجنود الأمريكان يأخذون صورة معك بالزي العسكري؟ إنسان كبودان، بما أنه إنسان ونحن نظرتنا إنسانية إذن لا نتأثر، فالعلاقة هي إنسانية، فالعلاقة الإنسانية هل تتغير إذا ما غير الإنسان ظاهره وعمله؟ هم لم يكونوا مقرروهم أصحاب القرار، كانوا يعني أمروا أن من مكان مقر القيادة أن يأتوا إلى هذه النقطة من العالم، ولكن نحن علاقتنا مع الجميع هي من منبثقة من العلاقة الإنسانية. طيب سيادة الرئيس، دعني أعود سريعا على قضية التعامل مع أو شكل التواصل مع الحكومات العراقية، لا سيما في فترة توليكم للرئاسة. البعض تحدث على أنه الإطار العام والشكل العام هو تعامل دبلوماسي بين الحكومتين، لكن الخفاء يحمل بعض مفردات التهديد من خلال حلفائكم داخل بغداد. أنا لا علم لي بما تتفضلون، يمكن أن قد يكون ذلك، لكن هذا أولا لا يعود لي، ونحن مع المسؤولين العراقيين كنا نتواصل وعلاقاتنا كانت صميمية وصداقة حميمة، ومع المسؤول وحتى مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وحتى الوزراء الذين كانوا يأتون ويستشيروننا وينسقون أعمالهم معنا ويطلبون التعاون بين البلدين أيضا. طيب سيادة الرئيس، من أهم الشخصيات التي كنتم تتواصلون معها في العراق؟ هل لديكم يعني ممكن تحدد من خلال نسبة تفاهم مرتفعة عن الآخرين؟ نحن التفاهم كان بالشكل الرسمي مع الرئيس الراحل جلال طالباني والرئيس وزراء سيد نور المالكي، الكثير من مساعد الوزراء والكثير من الوزراء كانوا يأتوا إلى إيران، وعندما نجتمع مع أولئك الوزراء وكل وزير يجتمع مع نظيره أنا أيضا كنت ألتقيهم. على أي حال ما يخص التعاون وتنمية التعاون بين البلدين كنا علاقاتنا جيدة. طيب لا يمكن أن أتحدث عن علاقة خاصة بأفراد معينين؟ لا ممكن أفراد، لا قد يكون البعض يتحدثون عن ذلك، لكن أنا أعتقد أننا يجب أن نختار من يختاره الشعب العراقي، نحن نتحاور معه وعلاقتنا تكون معه وطيدة، فنحن المهم لنا هو الشعب العراقي وإرادة الشعب العراقي بالنسبة لنا مهمة، وكل ما يقررونهم نحن في خدمتهم. طيب أحاول دكتور أن أعرف
شكل العلاقة مع شخصية مهمة جدا ومؤثرة في العراق والمنطقة والعالم هو سماحة السيد علي السيستاني. كيف كان شكل تواصلكم معه، وهل استمر هذا التواصل إلى أيامنا هذه أم انقطع مع انتهاء فترة توليك للرئاسة؟ نحن نتواصل مع كل العلماء وأصدقاء معهم، وسماحة المرجع السيد السيستاني لديه مكانة مرموقة في العراق، وهو في خدمة الشعب العراقي، وهو في خدمة الأمن وتطور الشعب العراقي. التواصل الخاص الذي يكون خاصا بالنسبة لنا لا، ولكن الاتصال على شكل عام، ونحن كما نحب بعض كل المراجع والعلماء أيضا. يعني لم يكن لديكم تواصل خاص أو سمعتم وجهة نظره مباشرة؟ لا، إنه كان لدينا مع ممثليه ونوابه في إيران، نحن كنا أصدقاء ونتواصل معهم. جيد، هل يمكن أن أقول أن لديكم علاقة خاصة مع شخصيات مهمة من السنة والكرد؟ نعم، مثلا سيد جلال طالباني هو كان كردياً، وقد تعود علاقتنا إلى 30 أو 40 سنة قبل اليوم. كانت لنا علاقة صداقة معه، وبعد ذلك أصبح رئيسا للجمهورية، فعلاقتنا أصبحت أكثر وطادة. لكن هناك علاقة خاصة مع أحد؟ لا، والصداقة التي لديه في إطار التعاون. طيب، على المستوى الكردي في العراق كيف تقيمون علاقتكم بالسيد مسعود بارزاني؟ طيب، السيد البرزاني أحيانا تتحدثون عن علاقات خاصة، وأحيانا تتحدثون عن علاقات الحكومات، فالحكومات هي التي أن تتحدث، فأنا لم أكن متحدثا للحكومة، ولكن أنا علاقتي كانت جيدة مع الكل، ولم يكن لدي أي مشكلة معهم، وأنا أحترم الجميع وأرى أن الجميع متساوون في الحقوق. كما أنتم قلتم ذلك باعتبار الذي كان في بغداد، باعتبار كانوا الجند الأمريكيون كانوا هم تعاطفوا معه، بالرغم من أنه لم يكن أمريكيا وكان من بلدان أخرى ويخدم في الجيش الأمريكي، لكن هو قال أنا أحبك وأحب أفكارك وأحترمك وأنت تحترم الحرية والصداقة. طيب سيادة الرئيس، خليني أنتقل على اعتبار أن المواضيع كثيرة، اسمح لي أن أنتقل إلى قضية ما جرى في العراق من احتلال لداعش وأحداث سوريا. الأحداث حدثت بعد في سوريا قبل سنتين من تركك للرئاسة، وفي العراق قبل سنة من تركك للرئاسة. هل كانت هناك رسائل خفية ممكن أن تطلعنا عليها للمرة الأولى مهدت لأحداث سوريا وبعدها احتلال العراق من قبل داعش؟ هذه الرسائل الخفية من أي جانب؟ من أي جانب تكون هذه الرسائل؟ كانت ممكن أن تكون رسائل على اعتبار تمهد للحدث وللاحتلالات التي حصلت. لم تكن أي رسائل خفية، لكن اسمحوا لي أن أقدم لكم جذور قضايا المنطقة. فأنا أعتقد وكنت أعتقد والآن على هذا الاعتقاد أن القوى الاستعمارية تريد الهيمنة وفرض سيطرتها على منطقتنا. هنا منطقة ثقافة وحضارة، فهذه هي مفترق طرق العلاقات والحضارات العالم ومنطقة الطاقة في العالم أيضا ومصدر الطاقة العالم. من أراد أن يهيمن على العالم يجب أن يفرض سيطرته على هذه المنطقة، وللفرض السيطرة على هذه المنطقة كل شعوب المنطقة يجب أن يستضعفوا ويكونوا متشابكين فيما بينهم، فيكون يزرع هذه الاختلافات ليشتبك البعض بالبعض الآخر. إذن داعش، من هم الدواعش؟ من الذي اصطنع الدواعش؟ وما هي مهمة الدواعش وقاعدة داعش؟ ألم تكن مهمتهم سوى إضعاف الشعب العراقي؟ أن تدمر الثروات الطبيعية في المنطقة؟ والكثير المجموعات المشابهة لداعش. الآن انظروا إلى باعتبار سوريا التي فيها اشتباكات الآن، بغض النظر من هم الذي باعتبار ومن هو الحق، فمن ما هو الناتج وما هي النتيجة لهذه الاشتباكات؟
مئات الألوف قتلوا، بلد دمر، القوة الوطنية استضعفت استنزفت. هذه هي من قطط المستكبرين، في حين أنهم كانوا يتمكنوا أن يجلسوا جنبا إلى جنب صداقة ويتحاوروا ويحلوا قضاياهم بينهم. كلما أراد الشعب السوري يجب أن يطبق، على الجميع أن يقبلوه. في العراق كذلك أيضا، وإذا قال أحد أنا أقول أنا أريد أن أفرض نفسي بقوة السلاح دون الرجوع إلى رأي الشعب، لا، فهذا لم يكن صحيحا. فهذا هو الذي يزرع المشاكل، وهذا الذي يدمر البلد. ملة الشعب العراقي هو شعب رشيد، فمن أصل حضارة العالم العراق، هو من مهد الحضارات العالمية، والجماعات المختلفة للشعب العراقي آلاف السنين تعايشوا فيما بينهم، الكرد والسنة والشيعة والإيزيديين كلهم كانوا يتزاوجون ويتعايشون فيما بينهم بسلام. من الذي بث الفرقة ويبث الفرقة فيما بينهم؟ الشيطان هو ذلك. فالمستكبرون لماذا؟ لأنهم لا يريدون الشعب العراقي أن يكون شعبا قويا. من وجهة نظري، كلما كان الشعب العراقي قويا فالكل يكون أقوياء، وكل شعب في المنطقة يكون قويا ويصبح قويا نحن نفرح لذلك، ونحن استقوينا بأنفسنا لأننا كلنا أخوة. سيادة الرئيس، اسمح لي أن أذهب إلى فاصل، ومن بعد الفاصل أعود. طرحت حضرتك أسئلة أحاول أن أحولها لك: من صنع داعش، ومن كان يقف خلفه، ومن هو الشيطان الذي يتمثل في المنطقة؟ اسمح لي بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ولنا عودة. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، من جديد أحييك سيادة الرئيس. قبل الفاصل تحدثنا عن أن داعش صنيعة من، وأنت ذكرت أنه يجب أن نعرف الإجابة للتساؤلات التي تطرح على أن من يقف وراء داعش. بالتالي أحول هذه الأسئلة لجنابك: من يقف وراء داعش، أو داعش صنيعة من بالتحديد؟ وأنت ذكرت أن كل هذه الأمور في المنطقة يحركها الشيطان، وأريد أعرف أن الشيطان يتمثل من في المنطقة. عندما نقول أن ظاهرة ما حدثت، لا يمكن أن تقولوا أن تحددوا عاملا واحدا هو الذي يكون العامل الرئيس والأوحد في تحديد هذه الظاهرة. ومعلوم أن حدوث وإيجاد مجموعات مثل داعش هي موجودة في إطار مخططات النظام السلطوي في العالم. أولئك الذين يريدون الهيمنة، الفرض الهيمنة على المنطقة، هم المستعمرون. أولئك الذين يريدون يصرفون عشرات المليارات الدولارات من الأسلحة. لماذا يبيعوا هذه الأسلحة؟ لأن تأتي الأسلحة وتفرض حرب وتريد تدمير وقتل الناس، والأسلحة لم تكن لإعمار البلاد، لتدمير البلدان. فهذه خصوصية الأسلحة، لكن قد تكون تدعم هذا السلوك الاستكباري. إذن هذا هو خطأ، هذا خطأ، وهذا من يأتي من خلال الاختلافات الموجودة في المنطقة بين السعودية وإيران والعراق وقطر والإمارات والأردن. هناك بعض الاختلافات، في هذه الاختلافات يأتون ويستغلون هذه الاختلافات ويطبقون مخططاتهم. قد تكون بعض الشخصيات والمجموعات والمؤسسات في هذه البلدان يدعمون هذه النشاطات أيضا، وهذا أمر خطأ. وعلينا أن نوعي الناس وأن نقوم بتوحيد وتوثيق الوحدة، ولا نسمح أن تطبق مخططاتهم في بلداننا. والمعلوم أن عندما تأتي داعش، هناك لديه من يدعمه في المنطقة، ويدعم تنظيم داعش عقائديا وأيضا تسليحيا عسكريا وحتى إعلاميا.
إذن نحن علينا أن نعمل على تجفيف جذور هذه الخطوات. لماذا تحدث مثل هذه المؤامرات في منطقتنا؟ لأن بين الشعوب وبين شعوب المنطقة أصبح نوع من الهوة، بين حكومات المنطقة وجدت هوة، والأعداء يأتون من خلال هذه الهوة يستغلونها ويفرقون بيننا. علينا أن ندعم ونردم هذه الهوة، وعند ذلك لا مكان لداعش في التحرك فيما بيننا، فليأتوا ويذبحوا ويقطعوا الرؤوس باسم الإسلام. هناك ضربتان يوجهها للصميم، يقتل الإنسان ويدمر ويقول هذا العمل والأمر من ذلك يشوش سمعة الإسلام. طيب سيادة الرئيس، كان أو من الطبيعة أن تصل لحضرتك تقارير معينة عن تحركات قبل احتلال أجزاء من العراق من قبل داعش، هل يمكن أن تحدد اللاعبين الرئيسيين بما حصل في العراق؟ والحديث كبير الآن في العراق على أن هذه المأساة يمكن أن تعاد ويمكن لداعش أن يحتل أجزاء جديدة من العراق، هل يمكن أن تعود هذه القضية؟ بالمجمل التحركات ذاتها الآن تتكرر حتى نقول أن اللاعبين الرئيسيين هم ذاتهم ما زالوا يتحركون وسيعودون لاحتلال العراق عن طريق أداتهم التي يحركونها هي داعش. تفضلتم شيئا صحيحا، فما الحل؟ بالتأكيد أنهم سيتابعون سبل الحل، بالتأكيد. الآن لا يحتاج إلى أن نكون على علم أو لا، هم عندما تشاهدون الساحة تشاهدون أنهم يريدون إحياء تيارات مثل داعش. لماذا؟ لأن العراق يجب أن لا يبقى آمنا برأيهم، يجب أن لا يكون العراق قويا ولا أي قوى. أنا أعتقد أن يجب أن نعمل شيئا أن نوحد الشعب العراقي. أي عامل يهدد الوحدة العراقية هو لصالح العدو، وأي عامل يساعد على تقوية العود العراقي والقوة العراقية هو يجب أن نعمل عليه. وأي من يحمل صداقة للعراق وهو يحب العراق يجب أن يعمل على تقوية العراق واقتداره وعزته في تحت أي لواء كان. اليوم العراق يحتاج إلى توحيد الصف، يحتاج إلى القوة والاستقواء. الكل يجب أن يدعم الحكومة، والحكومة عليها أن تعتبر نفسها ممثلة لكل الشعب، لكل أبناء الشعب، لكي تدافع عن كل تراب العراق، عن كل استقلال العراق. فلا سمح الله إذا تصدع العراق الكل يتصدع، كما أن سوريا باعتبار تصدعت نحن كلنا تصدعنا، ولا سمح الله إذا إيران تصدعت الكل يتصدعون أيضا. فالطريق الوحيد هو أن نوحد الصف وأن نستقوي، وإذا كان كذلك فلا يتمكن أي تيار أن يتمكن من خلال دعم الأجانب أن يتدخل بالعراق أو يضر بالعراق. طيب سيادة الرئيس، على ذكر هذا الحديث ممكن يكون هناك سؤال جانبي، هل تتابع عمل رئيس الوزراء العراقي الحالي السيد مصطفى الكاظمي؟ وهل من أشياء ممكن أن أو رسالة تبعث بها للسيد الكاظمي؟ وهو كذلك أنا بعثت برسالتي، لكن فيما يخص السيد الكاظمي الشعب العراقي يجب أن يقول كلمته له. الشعب العراقي إذا كان راضيا عنه نحن لا نتمكن أن نقول شيء، فهل أتمكن من قول شيء غير رأي الشعب العراقي؟ لكن ظروف العراق تقتضي باعتباري أخ صغير، أقول كأخ صغير، والظروف تقتضي أن تكونوا متحدين لتكون الحكومة مقتدرة لكي تتمكن من التصدي لهذه المؤامرات. فكل من يكون صديقا للعراق يجب أن يساعد لهذا الأمر.
طيب دكتور، ممكن أن أحدد أدوات الصراع بين طهران وواشنطن في المنطقة؟ هل يمكن أن أضع مفاهيم أو عناوين رئيسية لهذا الصراع؟ إذا نظرنا إلى أساس باعتبار الصراع بين إيران وأمريكا، هذا يعني غير مهم ولا فائدة منه، لأن لا يعرف أنه الأمر حول أي شيء هذه الاشتباكات وهذا الصراع. أمريكا تريد معلومة وتقول ما هو تريد فرض هيمنتها على المنطقة، لكن من جانبنا يجب أن نحدد ما هو الهدف. أنا أعتقد أن الصراع بين إيران وأمريكا يجب أن يوضع له حد في يوم ما، وفق الأساس على أساس العدالة والاحترام المتبادل والالتزام بعدم التدخل في شؤون الآخر. اليوم الأوضاع وهذا الصراع لغير صالح الشعبين الأمريكي والإيراني، نحن حتى يعود بالضرر على شعوب المنطقة أيضا، وبضرر شعوب السعودية باليمني والشعب الأردني والشعب السوري والشعب العراقي والشعب التركي. يعني من الاشتباك لا يستنفع أحد، فالعراق كله ضرر. قد البعض بعض التجار يعني تدر الأموال إلى جيوبهم من خلال العراق والحرب، لكن حتى أولئك لو دققوا فإن الاشتباك تكون لغير صالحهم، لأن الشعوب تتضرر وبني الإنسان يتضررون. أنا أعتقد علينا أن نكون الكل يكونوا متصادقين فيما بينهم وفق الأساس العدالة والاحترام المتبادل، أن يتعاملوا فيما بينهم. لكن نرى بين مصالح الشعوب، إذا أوجدنا نوع من أو يعني يوجدون نوع الخلافات ونوع التقابل في المصالح يوجدوها، لماذا تكون وتوجد مثل هذه التقابلات في العلاقات؟ فإذا أراد، لأن البعض لا يريد تطبيق العدالة والكل نتعاون ننتفع من هذا التعاون، لماذا واحد يجب أن يتضرر والآخر ينتفع؟ لماذا هذا التعامل وهذا السلوك من الحكومة الأمريكية قد وصل إلى نهاية طريقه؟ وأعتقد أنه يجب أن يغيروا سلوكهم، وعلى الكل أن يغيروا سلوكهم. إيران أيضا يجب أن تغير سلوكها، السعودية أيضا يجب أن تغير سلوكها، وعلى الآخرون أيضا يجب أن يغيروا سلوكهم. الآن أساس العلاقات مبتنية على سوء النظر وعدم فهم الآخر ولفرض الهيمنة على الطرف الآخر، هذا هو الأساس. فهذا إذا غيرناه لحسن التفاهم ونوع من التعامل والتعاون، فالكل ينتفعون من ذلك. إذن طيب، ما زلنا نتحدث عن قضية الأدوات، وممكن أن يكون العراق جزء من أدوات الصراع بين طهران وواشنطن. البعض تحدث على أن جزء من هذه الأدوات أو الدفع باتجاه العراق ليكون هو في الواجهة أمام الولايات المتحدة الأمريكية هو قضية إخراج القوات الأجنبية من العراق وفي مقدمتها القوات الأمريكية. الكلام كبير على أنه هو مطلب عراقي لكن بدوافع إيرانية، هل هذا الموضوع من أساس أو الحديث عنه؟ أعتقد أن الشعب العراقي أكبر من أن يحمل أو يفرض رأيه عليه، على أي حال أن الشعب العراقي هو الذي يجب أن يقرر بهذا الشأن. طيب، بالتالي هو قرار لمجلس النواب العراقي. نعم، هذا البرلمان هو الذي ماذا يقرر هو الذي سيكون، لأنه هو النظام الذي يقرر. ما هو النظام الذي يقرر في العراق؟ وفق الدستور العراقي يجب أن يتخذ القرار. أنا يجب أن لا أتدخل في قراراتهم، أنا أعلن وجهات نظري فقط، لكن اتخاذ القرار من عليهم هم أن يتخذوا القرار. وأعتقد أن الشعب العراقي وشعب عظيم،
طيب سيادة الرئيس، هل ممكن أن تضع صورة معينة لشكل العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد توليك للرئاسة؟ نعم، عندما كنا استلمت الرئاسة لم تكن العلاقات جيدة، والآن هي أسوأ. أنا سعيت كثيرا أن باعتبار أصلح هذه العلاقة، حتى أننا في العراق تحدثنا مع العراق الأمريكيين بواسطة باعتبار الحكومة العراقية. أنا أردت أن تكون الشعب، يكون الشعبين العراقي الإيراني والأمريكي، يكون نوع من التساهل والتسهيل، وحتى أردنا أن تكون يكون جسرا جويا بين مباشرا بين طهران ونيويورك، ولكنهم لم يوافقوا على ذلك. في العلاقات بين الدول يجب أن تكون العدالة هي المهيمنة والاحترام أيضا. الطرفان عليهم أن يعترفوا ويحترموا طرفي الآخر، ووفق العدالة يتعاملوا مع بعضهم البعض. العدالة أي أنا أريد شيئا لنفسي لا يمكن أن أمنعه عليكم أيضا، وإذا ما أنا البعض يمنعون أنا لا يمكن أن أطلبه لكم، لكن أنا ممنوع علي منه. وإذا ما أردت تطور لا يمكن أن يعارض وأخالف تطوركم وتقدمكم، فإذا ما أردت القوة لنفسي لا يمكن أن أعارض القوة لكم. فالعدالة يجب أن تكون هي والاحترام، وبين إيران وأمريكا إذا كانت العدالة والاحترام لم تكن أي مشكلة فيما بينهما. أي مشكلة تكون؟ أعتقد أن عقلاء الطرفان، عقلاء الطرفين أن يحلوا هذه المشكلة. طيب، هذه قضية ممكن تكون غير واضحة على مستوى المنطقة والعالم، أن الرئيس نجاد سعى لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لكنهم رفضوا. قضية هذه جدا مهمة. أنا قلت أن هناك جماعات المتطرفة في إيران وأمريكا مانعت هذا الأمر. في أمريكا هناك مجموعات متطرفة، وفي إيران هناك مجموعات متطرفة أيضا، في العراق أيضا مجموعات متطرفة موجودة، وهذه هي المشكلة ويجب التحكم بها. طيب اسمح لي بفاصل ثاني وأخير ونعود لنكمل الحوار. مشاهدي الكرام، فاصل ثاني وأخير ولنا عودة. من جديد أحييكم مشاهدي الكرام، ومن جديد أحييك سيادة الرئيس. كنا نتحدث في نهاية الجزء الثاني من المقابلة عن مدى التأثير وإيجاد نوع من الصلح في المنطقة والعالم، لكن ما يؤخذ على جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إعطاء رأي معين لأشياء داخلية تخص دول معين. يعني لو أخذنا مثال على ذلك هو الرفض الإيراني لتطبيع بعض الدول مع إسرائيل، ألا يعتبر هذا تدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول؟ أقصد الدول المطبعة طبعا. يجب أن تأخذوا رأي الحكومة من الناطق باسم الحكومة، وأنا أبدي وجهة نظري فقط. أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية لا تحل بهذه القضايا. بالتأكيد هؤلاء هم أصدقاؤنا، جيراننا، وهم يقولون نريد أن نعمل بهذا الأمر لكي نحل، نساعد على حل حالة القضية الفلسطينية. أنا أقول أن هذا النوع من الذي اتخذتموه لم يكن مجديا، لأن أصل القضية الفلسطينية هي بين الاشتباك بين الفلسطينيين والخليج ودول الخليج الفارسي، لم تكن، فهذا لم يكن بين الصهاينة وشعوب من منطقة الخليج الفارسي. مسألة داخل فلسطين، فالمسألة والمشكلة هي داخل فلسطين. هناك شعب احتلت أرضه، وملايين الأشخاص هجروا من مكانهم، وهم سلب حق التقرير المصير منهم.
اينو وياد حل هذا هذه القضيه يجب حل حالتها والا و... بعد ذلك لو كان 180 بلد او 160 بلد اقاموا علاقات وكل القوى العظمى في العالم ويقوموا على علاقات مع الصهاينه هي مساله فلسطين حلت قضية الفلسطينيين لا قضية الفلسطينيين يجب أن تحل في داخل الفلسطين وحق تقرير مصيرهم بأنفسهم وعودة اللاجئين والمشردين أرضهم تعاد إليهم إذن هذا فقد يحل من خلال استفتاء ولا يمكن حله من خلال الحرب والحرب لا تحل مشكلته كم مرة اندلعت حروب لكن بعد الحروب لم نرى أنها تفضي إلى أشياء أفضل حتى حق التقرير المصير هو حق أساسي لكل الشعوب وموجود أيضا مذكور في منشور حقوق الإنسان أيضا وهذا يجب أن نعتبره ونعترف به والشعب الفلسطيني وكل من يكون له حق في الأرض الفلسطينية فليأتي هو الذي يقرر نوع الحكومة الذي يريدها والكل عليهم أن يقبلوا ذلك وغير في غير ذلك فإن دول المنطقة لو أقامت كلها علاقات مع الصهاينة لا تحل القضية الفلسطينية لأنهم هم أصدقاء فيما بينهم وهم يريدوا لأنهم أصدقاء مع الشعب الفلسطيني يريدوا حل القضية الفلسطينية ولكن هذه الأساليب لا تحل قضية الفلسطينية فطريقة حل حلة القضية الفلسطينية هي تمر عبر إرادة الشعب الفلسطيني أولئك يجب أن يقرروا بها وأولئك تعود أرضهم لهم وتعود يعود لاجئيهم إليهم وهم الذين يقرروا حق تقرير المصير والحكومة التي تحكمهم فهذه هي القضية الرئيسية فنحن لو تحاربنا فيما بيننا بالتالي دول المطلة على الخليج الفارسي يجب أن تتعايش فيما بينها نحن كلنا أخوة لا يمكن أن نكون دائما متعاركين ومشتبكين فهذا الاشتباك هو بضرر كلنا يعود بالضرر علينا وهذا هذه إرادة أعداء كل الشعوب أنا لم تكن تلك ذلك الجانب مهم بالنسبة لي أنا أهتم بهذا الجانب فهل هذا الأمر يساعد على حل حالة القضية الفلسطينية لا أعتقد كذلك طيب سيادة الرئيس كيف يمكن أن تقيمون التقارب الذي حصل بين إيران وقطر؟ هل ساعد بتقوية الموقف الإيراني في المنطقة مواجهة بعض الضغوط التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية من دول وجهات مؤثرة في المحيط الإيراني؟ أن نظرتي للساحة الدولية تكون مختلفة عن هذه الواقعة أنا أعتقد على الجميع يجب أن يكون لهم علاقات صداقة والتواصل يجب أن لا يكون على حساب الآخرين لماذا نستخدمه على حساب الآخرين وكل من يستخدمه بهذه الصورة هو مخطئ هو هذا لغير صالح الشعوب وهو أيضا يتضرر من ذلك إيران والعراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان الكل يجب أن نكون أصدقاء وما الضرر من ذلك من الذي ينتفع من الاختلاف فيما بيننا هل انتفعت شعوب المنطقة من الاختلاف بيننا الكل نحن تضررنا من هذه الخلافات فعلينا أن نكون أصدقاء وأعتقد الكل يجب أن يجددوا كل طاقاتهم فيما يخص الصداقة فيما بيننا ولا تكون أي صداقة فيما بيننا تكون على حساب الآخرين يجب أن تكون على حساب الآخرين بالتالي مع هذا الكلام سيادة الرئيس أنتم تؤيدون الحوار الإيراني السعودي بالتأكيد أنا أوافق ذلك لأن الاختلاف الموجود بين إيران والسعودية الجميع تضرروا
إيران تضررت السعودية، إيران والسعودية بلدان كبيران في المنطقة، والعراق وتركيا كلهم كل الدول مهمة في المنطقة، ونحن يجب أن نكون معا في هذا المكان. لماذا يجب أن يكون بيننا اختلافات؟ أنا لا أرى أي دليل لأي اختلاف. علينا أن نحترم الآخر ونتعاون فيما بيننا. طيب دكتور، لصالح من استمرار هذا الخلاف، أقصد الخلاف الإيراني السعودي، أو من المستفيد من استمرار هذا الخلاف؟ بنافع أمريكا، لصالح أمريكا، لصالح بريطانيا. هم يبيعوا الأسلحة، يوجدوا نوع الحروب ويهيمنوا على المنطقة، والكل يضعف الجميع. أنا قلت هذه الأموال التي تعطى وتصرف لقصف الشعب اليمني، لو هذه الأموال صرفت لإعمار اليمن، انظروا كل اليمنيين يكونوا سالمين ويؤيدوا الحكومة السعودية ويصادقوا الحكومة السعودية، ونحن نفرح لذلك أيضا ولا ننزعج من ذلك. هذه نظرتي. والآن كما قلت لكم، هناك مشروع تحت عنوان الشرق الأوسط الجديد. منذ 15 عام بدأ هذا المشروع، ووفروا أرضيته منذ 25 عاما، لكي تكون كل بلدان المنطقة متشابكة فيما بينها، وحتى داخل البلدان أيضا تكون الشعوب متشابكة فيما بينها ومتحاربة، والكل يصبحوا ضعفاء حتى يتمكنوا من فرض هيمنتهم وسيطرتهم على المنطقة. الأمريكيون اشتغلوا على هذا المشروع عشرات السنين. عفوا سيادة الرئيس، الأمريكيون اشتغلوا على هذا المشروع لسنوات، ما هي الأدوات التي ينفذون من خلالها هذا المشروع في بلداننا؟ إيجاد اختلاف بين وإيجاد الفرق بين حكومات المنطقة، وأهم آلياتهم هو زرع الفرق بين حكومات المنطقة. الناس لم يكن لديهم، الشعوب لم يكن لديهم بين مشاكل، فما هي المشاكل فيما بين الشعوب؟ الحكومات التي تختلف فيما بينها وتتحارب. لماذا تتحارب؟ من الذي يحفزهم ويحرضهم؟ معروف، وهذا هو عمل شيطاني. طيب دكتور، هل تعتقدون أن الوساطة العراقية بين طهران والرياض ضرورية؟ ومن خلال نظرتكم للموضوع، هل تعتقدون أن هذه الوساطة ستنجح؟ آمل أن تكون ناجحة، وأنا أعتقد هذا عمل يكون عمل أخوي. العراق يقوم بعمل أخوي بالنسبة لإيران والسعودية، وأعتقد أنه يجب أن والسعودية أن يزيلوا خلافاتهما بأسرع وقت. لماذا يجب أن يكون بينهما خلاف؟ وحقيقة أنا أسألكم بأنكم شخص إعلامي ولديك بعض المعلومات، معلومات كثيرة، لماذا يجب أن يكون بين إيران والسعودية بعض الخلافات؟ فبلدان ثريان وكبيران، والبلدان أيضا بلدان مسلمان، لماذا يجب أن يكون بينهما اختلافات؟ أنا لا أفهم هذا الدليل سوى التحريض الشيطاني للمستعمرين. ومن ناحية أخرى ننظر، لو كنا معا ما الذي سيحدث؟ كل شعوب المنطقة يجب أن تتحد، وإذا ما اتحدت شعوب المنطقة فنكون قوة عظيمة في العالم، ويمكن أن تقوم بعمل ما، وتكون قوة صالحة في العالم، لا قوة مهيمنة ومسيطرة. فمنطقتنا الكل وبكل أنواع الثروات فيها، الثروات الطبيعية وأكثر مخازن الطاقة في العالم موجودة في هذه المنطقة، ولدينا الكثير من الأراضي الواسعة، ولدينا البحار، ولدينا الطاقة الإنسانية والطاقة البشرية. فهل يكون العراق ضعيفا من ناحية الطاقة الإنسانية؟
لديه الكثير من المفكرين والعلماء والمدبرين في إيران والعراق وفي باقي البلدان في السعودية. نحن لدينا طاقة إنسانية أيضا وثروات طبيعية أيضا، فلماذا يجب أن نبقى ضعفاء لأنها إرادة العدو؟ سيادة الرئيس، حتى تكون الصورة واضحة أكثر، هل كانت هناك مشاكل طائفية بين إيران والسعودية بسبب اختلاف المذاهب؟ أصلا هذه كلها من صنيعة الشيطان. فهل أن في إيران لم يكن في إيران اختلاف بين المذاهب؟ ألم تكن مذاهب متعددة في العراق؟ مئات السنين كنا نتعايش فيما بيننا بسلم. وقلت لكم لأن العدالة والأساس على يجب أن يكون مبنيا على العدالة والاحترام المتبادل، فالاحترام يجب أن نحترم عقيدة الطرف الآخر. عقيدتهم محترمة لدينا، لم يكن لدي أي مشكلة معهم. فإن كانت نظرتنا هذه، فبين إيران والدول الأخرى، بين العراق والسعودية أيضا موجود اختلافات مذهبية موجودة، فهل يجب أن يكونوا يشتبكوا ويتحاربوا فيما بينهم؟ لا، الاختلافات المذهبية هي طريقها الحوار، والحوار الحوار أن يتحاوروا، ولا يمكن لأحد أن يفرض عقيدته وعقائده على الطرف الآخر. الآن مبالغ الأسف، هناك بعض المجموعات تريد فرض آرائهم وعقائدهم بفرض قوة السلاح على الطرف الآخر. انظروا في أفغانستان ماذا يحدث اليوم، مجموعة جاءت بأسلحتها تريد أن تفرض عقائدها على الشعب الأفغاني. هذا هو عمل الشيطان، وكل من يقوم بهذا العمل هو شيطان. العقائد ما تعود للشخصيات ومحترمة كما احترام الشخصيات بأنفسهم. نحن نعمل، يجب أن نتعامل على أساس الأصول الإنسانية فيما بيننا، والعدالة والاحترام والأخوة. طيب سيادة الرئيس، هل لديكم تواصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ كلا، لم يكن لدي ارتباط، وحتى الآن لم يكن لدي ارتباط. وفي زمان رئاسة جمهوريتي كنا يعني نلتقي بكل المسؤولين، لكن بعد الرئاسة سوى تلك الرسالة التي كتبتها له بشأن اليمن. كيف كان الرد على هذه الرسالة؟ وهل هناك من يسعى لإيجاد نوع من التواصل بينك وبين ولي العهد السعودي؟ يمكن أن أنا كنت ولا أزال أعتقد أن يكون بيننا تواصل، أعتقد بهذا، لكن لم يكن حتى الآن، ولم يوجد أي نوع من التواصل فيما بيننا. ولكن أعتقد أنه يمكن نقطة انطلاق للتفاهم بين السعودية وإيران. تواصلكم الشخصي ممكن أن يحدث بعده تواصل أكبر بين الرياض وطهران؟ نعم، يمكن أن يكون، وأنا على تم الاستعداد أن أوجد نوع من الصداقة والتوسط بين كل الأخوة، لأني أرى الكل هم أخوتي. طيب سيادة الرئيس، بصراحة كلامك هذا وكلامك الذي تسعى من خلاله للتقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين باقي شعوب المنطقة والشعوب العربية والإسلامية التي لديها خلاف معكم، هو نابع من اطلاعك على حجم الضرر الذي حدث لإيران وللشعوب الأخرى بسبب الخلاف الحاصل، باطلاعك بعد رئاستك للجمهورية الإسلامية ووضوح كل الصورة أمامك؟ نعم، وهو كذلك. نعم، تضررنا كثيراً، وكانت الخسائر فادحة بين أخوين. إذا الأخوين تعاونا فيما بينهما، فإن طاقتهم ستتضاعف. فهؤلاء هذان الأخوان إذا اختلفا فيما بينهما، فالطرفين يضعفون، والخسارة لا يمكن تقييمها، لا يمكن تقييم الخسائر. تكون كما ابتعدنا عن باقي دول العالم، وهذه دول المنطقة يجب أن تكون أكثر دول العالم تطورا، ولكن انظروا الآن في أي منطقة نحن واقفين.
كل الإمكانات للتطور موجودة، لكن الاختلاف لا يدعنا أن نستثمر هذه الإمكانات. واسمح لي أن أذكر لك ذكرى. إيران هي وصلت إلى باعتبار تقنية تخصيب اليورانيوم. أنا كنت قد اتصلت بنفسي بالملك عبد الله حينها وقلت له أريد أن أقول أول خبر لك أنت، وأعتقد أنك ستفرح بذلك. وقلت له أن إخوتك في إيران قد توصلوا إلى هذه التقنية، فهل نحن على أتم الاستعداد في إطار الوكالة الدولية نتمكن من كل الإنجازات أن نضعها تحت اختياركم أيضا، وأرسل لنا علماءكم ليأتوا ويتدربوا، كل ما لدينا ننقله إليهم، لأنها هي التقنية ما تعود لكلنا. نحن لم نكن متقابل يعني بالنقطة المقابل للطرف الآخر، لا، نحن جنبا إلى جنب، وهذا أمر مهم، يجب أن نروج هذه السياسة بين المنطقة. وأقول لكم لكن أن زعماء دول المنطقة الذين لا يتابعون قضية المواءمة فيما بينهم ولا يتابعون الصداقة فيما بينهم، أو لا سمح الله أنه يريد بث الفرقة فيما بينهم، هم في هذه الدنيا سيخلد اسمهم بالجانب السلبي، وفي الآخرة سيرون عقابهم أيضا، وبالعكس بالعكس، كل توحيد الصف سيخلد التاريخ اسمه بالإيجابيات، وفي تلك الدنيا الآخرة سيكون عزيزا أيضا. طيب سيادة الرئيس، هل يمكن أن أقول أن مستوى الخلاف الإيراني المصري هو بمستوى الخلاف الإيراني السعودي؟ هل هناك خلافات كبيرة بين إيران ومصر؟ اختلافاتی واقعا وجود نداره. حقیقة لم تكن أي اختلافات بيننا، لكن إيهام بوجود اختلافات هي إلقاءات وتحريضات الأعداء، ونحن بلدان مسلمان، ولماذا يجب أن نختلف؟ أنا أقول نتحد، لا أن نقول كل مواقفنا يجب أن تتطابق مع بعضها البعض، لا أقول ذلك. قد يكون في بعض وجهات النظر قد يكون لنا اختلافات في وجهات النظر، وهذا يجب أن لا يؤدي إلى أن نكون في الطرف المقابل وأن نضعف الطرف المقابل أو نضعف الطرف المقابل. فعلينا أن نتحاور فيما يخص الاختلاف في وجهات النظر، ويجب أن نكون نتحاور فيما بيننا. فالاختلاف لا يجب أن يؤدي بنا إلى أن نتقابل، لأن ذلك سيضعفنا ويضعف الجميع. مصر لديها شعب عظيم وكبير، ومصر صاحبة حضارة وثقافة، إيران كذلك صاحبة حضارة وثقافة، فهذان البلدان إذا تعاونا فهو يعود التعاون على الشعبين. لكن هناك الأيادي الأجنبية هي التي بثت الفرقة بيننا، ولا سبب لذلك إلا. مرة أخرى أذكر لك ذكرى، أنا سافرت إلى الإمارات بعد اللقاء مع رئيس الإماراتي، عقدت لقاء باعتبار مؤتمر صحفي، عقدوا لي مؤتمر صحفي، وسأل أحد الصحفيين سألني على علاقات مع مصر، فقلت له نحن على تم الاستعداد اليوم إذا سمحت الحكومة المصرية، أنا بعد الظهر اليوم سأعني وأحدد وعين سفيرا لإيران في مصر، لأن نرى أن الفرقة خسارة ولم يستفد أحد منها سوى الأعداء. أين كانت المشكلة بهذا الموضوع؟ ألم تحصل على تجاوب من الجانب المصري؟ لا تسمح الأيادي الأجنبية لا تسمح. فما هي المشاكل بين إيران ومصر؟ وحتى في السابق كانت نوع من المشاكل، الآن انتهت تلك الفترة. اليوم نحن لا لدينا أي نوع من الخلافات في المصالح.
فما هي الخلافات الموجودة؟ ارتباطات اقتصادية. بالتالي لا 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 لدينا علاقات اقتصادية ولا سياسية ولا ثقافية. وكل المنطقة تتضرر من هذا الانقطاع. مصر وإيران يمكن أن يكونا داعمان لبعضهما البعض. طيب سيادة الرئيس، يعني من المفروض أن الوقت انتهى، ولو بقينا نتكلم أحتاج لساعات طويلة للحوار مع سيادتكم، لكن باختصار لدي بعض المواضيع السريعة. هل يمكن نقول أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك أسلحة نووية؟ كلا، ولماذا تمتلك مثل هذه الأسلحة؟ تنفع من هذه الأسلحة؟ شوروي ما قصر له أسلحة. ألم تكن الاتحاد السوفيتي لديه الاتحاد السوفيتي لم يكن لديه أسلحة نووية؟ فهل منع السلاح النووي من اندثار الاتحاد السوفيتي وتفككه؟ أمريكا الآن لديها سلاح نووي، فهل تنفعها الأسلحة النووية؟ أين يمكن أن تستفيدها؟ إضافة إلى ذلك أن السلاح النووي معاد للإنسانية. أصلا أقول لكم أن السلاح هو معاد للإنسان والإنسانية، فالسلاح للقتل، والسلاح لم يأتي بالازدهار والعمران، السلاح يأتي بالدمار. نحن يجب أن نذهب ونتجه نحو عالم عار عن السلاح، يكون الفكر فيه سائد، المحبة والأخوة. أسلحة نووية ماذا تفعل؟ الصهاينة لديهم أسلحة نووية، فهل تنفعهم وتفيدهم؟ أين يستخدمون السلاح النووي؟ وحتى لو استفادوا مكانه، هو سيكون لهم أكثر إذلالا وأكثر تدميرا لأنفسهم. العالم لا يقبل هذه الرؤية اليوم. العالم اليوم عالم الفكر، عالم الرأي العام. اليوم السلاح كان مع أولئك المتخلفين والرجعيين. طيب سيادة الرئيس، لو أعيد انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هل هناك أشياء معينة وأحب أن أعرفها بالتحديد ستتجاوزون العمل بها، تخص على الأقل العراق أو المنطقة أو تعاملكم مع دول العالم؟ هم يعرفوك قفتم دول مكو. أقول لكم أنني كل ما قلته سأتابعه. ختاما أحتاج من سيادتك رسالتين، الأولى للعراقيين والأخرى لدول المنطقة والعالم. هذه كثيرة فما أكثرها. أنا أقول، أنا من صميم قلبي أقول أنا أود العراقيين وأحبهم فردا فردا، أتمنى لهم الأمن والعزة والتطور والوحدة وأيضا الاستقواء والقوة، أتمنى لهم كل ذلك. وكل دول العالم أدعوها للتعاون من أجل الأخوة، من أجل الحرية، للعدالة، من أجل الإنسانية، لا أن نفرض الهيمنة والسيطرة على الطرف الآخر. لماذا أن يجب أن يكون شخصا يفكر بالهيمنة على الآخر؟ أنا أعتقد أن هذا النظام الأخير الذي كان في القرن الماضي قد انتهى، وهذا النظام الذي كان يدير العالم لا يمكن أن يستمر بإدارته للعالم. هناك الفقر مستشر، والانعدام الأمني، والحروب مستشرية، والتسابق التسليحي والسباق التسليحي. فماذا وصلنا إلى ماذا وصلنا؟ علينا أن نبني عالما جديدا آخر. هذا العالم الجديد يجب أن نقول أن الكل يشارك في بنائه، والكل يجب أن يشارك به، ويجب نصنع مجموعة، شخص أن يأتي يقول ومجموعة تقول تعالوا تحت ظلي وتحت رايتي. لا، الكل يشارك. فهذا العالم الذي نبنيه يجب أن يكون مبتنيا على أساس الإنسانية، لا على أساس السلطة والهيمنة، على أساس الأخوة، وعلى أساس العدالة، وعلى أساس المحبة.
وعلى أساس الحرية والحرية لكل بني الإنسان. هذا الكل يجب أن نتكاتف عليه ونبني هذا المجتمع. وأنا من خلال قناتكم الموقرة أدعو الجميع أن يأتوا ويتكاتفوا ونأتي ونتكاتف لنغير العالم. حقيقة هذا العالم اليوم لم يكن بمستوى الإنسان، وثلاثة مليار، ثلاثة مليارات ونصف المليار فقراء في العالم. أكثر التجارة تكون تجارة السلاح، فالسلاح هي لقمع الإنسان ولبني الإنسان. فتعالوا لنتكاتف لنبني عالما يسوده السلام والجمال والإنسانية كما أرادها الله للإنسان. فنحن يجب أن نعمل على ذلك الإطار. نحن أنا كأصغر الأشخاص أصغركم أدعو الجميع أن نتكاتف لنبني هذا العالم. وأقول لكم وأضمن لكم أن حياة الإنسانية ستكون أجمل ما هي عليه الآن، وآمل أن يكون الشعب الإيراني، الشعب العراقي، الشعب الإيراني يكون الشعبين الإيراني والعراقي طليعان في هذه الخطوة إن شاء الله. وأنا قلت كلامي وحتى لشعوب المنطقة. طيب أنا أشكرك جدا سيادة الرئيس، شكرا لك لأنك قبلت إجراء هذه المقابلة التي مثل ما قلت في بداية الحلقة أنها المقابلة أو الحوار الأول لرئيس إيراني على شاشة قناة عراقية وهي قناة الرشيد. سنتفرد بهذا اللقاء. شكرا لك وشكرا لآرائك وشكرا لمنطق التسامح ورجل الدولة الذي تحدثت به. سلام جار. شكرا لكم تحيتي الحارة وسلامي الخاص ومن أعماق قلبي لكل أفراد الشعب العراقي، تحية لكل أفراد الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك سيادة الرئيس. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حوارنا انتهى، حوارنا الاستثنائي هذا طبعا. انتظرونا بحلقات أخرى من الحسن. مع السلامة.